راسه ألف سيف إن يسلم على حضرتك يا مولانا. قول يا ابني فضلته مشغول. يقول لي مش ممكن. إيه؟ يعني عاوزني أكون في نفس عمارة الشيخ صبري وما سلمش عليه وآخد البركة؟ ولما أنت تاخد البركة أنا أمشي بإيه؟ يا سلام، نكت الشيوخ دي تهلك من الضحك. لو انا هروح منك فين يا شيخ صبري؟ حضرتك مشهور في الفضائيات بخفه الدم والعلم في نفس الوقت. كان زمان بقى وجبر قبل ما ياخدها الغراب ويطير. ايه ده برنامج حضرتك كان مكسر الدنيا. بيقول لك كان زمان. انا براوي الشيخ صبري موقوف من الاعلام تقريبا بقاله كده داخل على سنه. احنا بنستمتع بخطبه من على السوشيال. ايه معقول؟ والله ما خدت بالي. انا فعلا بشوف حلقات حضرتك على يوتيوب. بس ازاي الكلام ده؟ ده انا لسه شايف لك على الفضائيات الخروج عن الرئيس من شغل ابليس وفلسفه الملاكم في تحريم الخروج على الحاكم. لسه شايف على الفضائيات؟ لا لا، ده تلاقيك شفت الشيخ طاهر بطارخ. في شبه كبير مني. وهو طاهر خد البرنامج اللي عن طريق حرمه الخروج على الحاكم وشغل السيرك وشغل حل احوش والتطبيل. التطبيل؟ طب بمناسبه التطبيل، اكتر واحد كان بيطبل ومحبوب في نفس الوقت والناس بتعشقه زي السكر الدكتور عيد سعيد مبارك عليكم يا احمد. ايوه صحيح، ده راجل شربات زي العسل وتطبيله ملهوش ملكه، مدرسه لوحده. بس هو كمان بقاله فتره يعني كده ما بيطلعش برنامج عيد شو. تلاقيهم الاوساخ وقفوه زي ما وقفوني. الله اكبر، لحظه واحده بقى كده. أوساخ مين؟ إيه؟ الأوساخ أعداء الوطن، أعداء السيد الرئيس. جرائية فتيحة، أنت جايب لنا مخبر ولا إيه؟ لا لا يا شيخ صبري اطمن، ده براوي ده يعتبر أخويا. الدار أمان، اطمن. أني مخبر؟ ده أنا والله قلقان على الأستاذ عيد سعيد قوي لما لقيت برنامجه مبقوف. طب حس كده بقى أقول لكم على سر. في بير الدكتور عيد بيطلع في الخباسة كده يوم الاثنين بس مباشر تقريبا الساعة 9 وبيقول زبد. أي والله بيقول زبد. ايوه احنا بنشوفه ده لسه عامل، بس لسه الاثنين اللي فات عامل حاجة اسمها الانجازات راحت في طيس السيسي وبيطبل برضه. بيطبل؟ لا بس زي العقربة بيلدغ من تحت لتحت. لعلمك الدكتور عيد ده من المصريين الأحرار. احرار ازاي بقى؟ ده مستشار سابق في الرئاسة. وانت ما شفتوش لما علم الناس ازاي تطلع من على النت من على الشبكة العميقة ام بسلامته ملكة تاري؟ ده انا نفسي اندهشت. لا ولما نزل حلقة تجارة الجيش في اعضاء المصريين الاعضاء البشرية والامن نزل نفي بديه انا نفسي اندهشت. بس لو نعرف مين اللي بينشر الحاجات دي. الاستاذ عيد يا اما مخطوف يا اما مستخبى عند راجل وطني امين حر، راجل شريف بيخاف ربنا بيساعده انه يوصل الحاجات دي للناس لان اكيد الامن بيدور عليه. عندك حق يا فتحتح. طب انا عايز اقولك على حاجه سر كده واتكلم معاك يا مولانا بوضوح. قول سرك كبير. طب انت عارف لولا ألمحية الدكتور عيد سعيد دي في كشف الفساد ما كانش السيد الرئيس اطال الله عمره كان عرف بواطن الفساد وقدر يواجهها. سر ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ احي ما توحوحش وانت كمل عادي. يا ابني بقول لك سر ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ انا براوي مش حملك يا مولانا. فضلت الشيخ ده بيقلب 300 قناه في لحظه كده. ولا الاستاذ عيد في زمانه. واحد صراحه مش عارف يطمن لك ولا يخاف منك. يا ابني تطمن لي في ايه ولا تخاف مني ليه؟ هو انت مش هتسالني سؤال شرعي؟ مش ده السر بتاعك؟ موضوع القمح اللي اثاره الدكتور عيد في الثلاث اجزاء. الف حلقه منهم حلقه اللي بيتحط للعرب والمسلمين في العيش. قال ان في واحده اتقتلت اسمها الدكتوره سلوى. احنا بقى كجمهور شفنا الحلقه وعرفنا اسم القتيله. سؤال لحضرتك، علينا ذنب ان احنا عرفنا وساكتين؟ القتيله الدكتوره سلوى كانت في الحلقه 24. الله اكبر، ده حضرتك متابع بقى. طبعا دكتورة سلوى حبيب الله يرحمها ويتغمدها برحمته كانت أستاذ في معهد الدراسات الإفريقية في الفترة اللي كان يوسف والي ماسك فيها وزارة الزراعة.
وكانت رسالة الدكتوراه بتاعتها عن التغلغل الصهيوني في قارة إفريقيا. يعني كشفت محاولات الصهاينة في الوصول لأثيوبيا. ايوه، يعني كشفت محاولة السيطرة على النهر من بدري. مظبوط، بس ده مش السبب الرئيسي لقتلها. امال ايه مولانا؟ فطمنا مولانا. الدكتورة سلوى قالت ان الموساد في طريقه للسيطرة على نهر النيل قدر يوصل جواسيس كتير لوزارات الزراعة في افريقيا، والتصريح ده كان وقعه ثقيل قوي على مصر. مصر؟ يعني يوسف وهالي؟ يوسف وهالي جاسوس اسرائيل، واللي كان بيسافر لاسرائيل في السر 17 مرة، واللي المجلس العسكري وليفي طلعوه براء. بالظبط، وزير زراعة مسك الوزارة 22 سنة ومحدش يقدر يغيره رغم تدهور الزراعة في عهده. في الفترة دي الدكتورة سلوى خرجت رسالة الدكتوراه بتاعتها، وكانت الزراعة في مصر في ذروة انهيارها. مفيش حاجة هنا اشرح لكم عليها. لا، في التلفزيون ده بيلقط موبايل لمؤاخذة سعد. وصل يا مولانا. هو مين سعد ده؟ لا لا، ده احنا كنا مشجرين قناة سعد تون بتاع الأطفال، تشغلش بالك. اتفضل اتفضل. مصر كانت في طريقها للانفتاح الزراعي مع روسيا بتوجيهات كده وكده من مبارك، وفي نفس الوقت يوسف والي كان بيوطن الصهاينة في النوبارية ونوباسيد في البحيرة، وشهد شاهد من أهلها. أنا معايا تسجيل صوت وصورة لسوماويل بوهيرلز مسؤول اللجنة الزراعية المشتركة بين مصر وإسرائيل. يوسف والي הזמין אותי לפגישה אליו בחדר ללשכה ואמר לי, תשמע, תשב פה ורק תשמע. יבואו לכאן, תבוא משלחת רוסית, תשמע את השיחה. אני באתי לשם, הגיע משלחת בראש שגריר שגריר רוסיה במצרים, ואומר ככה השגריר, מובארק צריך לצאת למוסקבה, אנחנו רוצים לדבר על שיתוף. אז אנחנו רוצים לדבר איתך על תחומים שאנחנו נשתף פעולה. אנחנו רוצים ללכת לנובריה. נובריה זה אזור אלכסנדר. הוא אומר, אני מצטער, הישראלים שם. אנחנו, כן, הוא אומר, הישראלים שם. אנחנו רוצים ללכת לנובסית. גם שם הישראלים. וכך 3-4 נקודות שהוא ציין, הוא אמר שהוא לא יכול. זה היה, ואני שתקתי, אני שתקתי. כשהם יצאו, הם אומרים, אתה רואה איך שאני מגן על האינטרסים שלך. אני לא יודע אם תוכלו לספר את זה, אבל... דעני עינק, אנטר רוס ומקן סהיים. איוה, בס אל-עטילה. אל-עטילה מולנה, דע לקטו איב אל-עטילה. ג'י לק פיל כלם אהו. למה דוקטורה סלווה אלית אין סהיינה ווסלו לזרעה פי דוול אפריקיה, כנית זרעה פי מסר פי קימת אינהירה. ולאסמידה ולמובידת אל-מוסרטנה גזיה מסר. وديكم مثال بمحصول القطن في مصر من إبان الحكم العسكري لمصر مروراً بيوسف والي. انخفضت المساحة المزروعة بالقطن في مصر من 3 مليون إلى 375 ألف فدان بس، وبعدها بسنة واحدة فقدنا قرابة 100 ألف فدان قطن، لحد ما وصلنا إلى 131 ألف فدان في 2016 برعاية ابن مليكة الثاني. الجثة مولانا، القتيلة، الدكتورة سلوى حبيب. استنى بس يا استاذ فتحي، أنا فلاح ويهمني أعرف الخراب ده جه إزاي؟ إيه غير المبيدات والأسمدة المسرطنة؟ إزاي وإحنا كنا أسياد العالم في القطن؟ القطن المصري طويل التيله كان رقم واحد في العالم. سمعت الدكتور عيد في حلقات القمح وهو بيتكلم عن سرقة البذور والتقاوي العربية في مصر وتونس والمغرب والجزائر وسوريا وأغلب الوطن العربي. نفس الشيء حصل مع بذرة القطن بمساعدة الجاسوس يوسف والي. اسمع الصهيوني عفاديا كدار. Quality of the Egyptian cotton is the highest in the world because the length of the fibers are very big, maybe 2.5 inches or something like that. I don't remember. But we came to add new knowledge. Don't think that we came to change things. עם חדש של כותנה. מצרים, הכותנה המצרית היא הטובה בעולם. זו כותנה ארוכת סיבים. לא הייתה להם כותנה קצרת סיבים.
בישראל היה סוג כזה של קוטנה שנקרא אקלה, וניסינו להעביר להם כתרומה ישראלית את הזן שלא היה לה. וטבע נגי ליבי וכמל על לבאי מן זרע מוסר. ואנחנו שופנע חלאי את الأمح. לא, לא, לא. ليفي مهمته الأساسية سد النهضة من أيام ما كان في المخابرات، لأن ده اللي هيقضي على الزراعة في مصر كلها. شوف، هتنشف المية من بحيرة السد العالي، ومنسوب المياه الجوفية هيتراجع بمعدل 3 متر، إضافة ل 4 مليون فدان هتبور نهائيا وتبقى غير صالحة للزراعة، يعني تقريبا نص أراضي مصر الزراعية، و 75% من المزارع السمكية هتتدمر، وهتقل حصة مصر من المية من 55 مليار إلى 30 مليار متر مكعب سنويا. يا خبر اسوح يا ولاد، بس حضرتك يا مولانا عارف الحقائق دي كلها، ولكنك فلاح بحق وحقيقي. أنا مش شرقية يا ولا، الله الوكيل فلاح قبل ما أكون شيخ. يا ناس، طب وموضوع الشهيدة اللي سايبينها دي؟ الدكتورة سلوى الله يرحمها كانت ساكنة في الدقي شارع نواه عمارة 26، وملهاش إلا بنتين متجوزين هناء وحنان. وفي يوم هناء راحت زورها، دخل عليها الشقة لقيتها مدبوحة. يبقى أكيد الموساد اللي قتلوه. الموساد يا قفا، هو مش حضرتك بتقول إنها كشفت خطط الصهاينة وإنهم وصلوا يوسف والي إنه يبقى وزير زراعة؟ وقصد حضرتك ان يا سنة سخة يا ولاد. ايوه، الموساد المصري فرع القاهرة. راحت الشهيدة الدكتورة سلوى وفضل يوسف والي. ايوه، بس الامن كان بيدور على القاتل. طبعا، امال عايزهم يعملوا فرح؟ وصلت الصحافة الوسخة انها تلمح ان القتل بسبب علاقة مشبوهة او جنسية. هو اللي كان بيشغل الصحف الموساد ولا اوراني بتاع مصر؟ صفوة الشريف. بالظبط، كلها منفذة على بعضيها. خليني ساكت. ده انت طلعت عقرة يا شيخ صبر. ده هم لو يعرفوا ان معاك كنز المعلومات دي ما كانوش حربوك في البيزنس بتاعك ووقفوا حال، على الاقل كنت تفضل في صفوهم. يا ابني دي ارزاق، ارزاق ومنظمها سيدك. وطبعا ما وصلوش للقاتل واتأيدت ضد مجهول. طبعا، وتخلصوا منها زي ما تخلصوا من جمال حمدان وابراهيم الفقي. يا ليلة طين، هو ابراهيم الفقي مات مقتول؟ محروقة. معلش، المعلومة دي جديدة عليا. مين اللي قتل ابراهيم الفقي؟ قصدك مين اللي حرقه؟ اللي قتل اللواء البطران واللي هدي دوخة اللواء البطران هو اللي حرق ابراهيم الفقي، ومعايا الدليل. انت كنز معلومات يا شيخ صبر، المعلومات دي لازم توصل للناس. ناس مين وازاي؟ العصابة مسيطرة على الإعلام. احنا اللي علينا نوصل المعلومات دي للدكتور عيد وهو يتحرى ويطقس عنه. ده انت المعلومات اللي بتقولها دي يا مولاني كأنك كده قاعد مع الدكتور عيد في شقة واحد، مش كده يا استاذ فتحي؟ اه والله بالظبط، احنا بس لو نوصل للدكتور عيد ونطمن عليه. المهم هتعرفوا توصلوا الكلام ده للناس، انا لسه عندي كلام كتير ياما. احنا بنعمل فيديوهات وبننشر على يوتيوب. مش كفاية، اكدوا على الناس انها توصل الكلام ده لبعضيها وما بينهم ما بين بعض من بق لبق. الكلام أهم من الأفلام، ومولوا الفيديوهات دي عشان توصل. كل اللي يقدر يمول الفيديوهات دي من حسابه الخاص يمولها، لأن السوشيال ميديا قافل عليكم المحبس عشان صوتكم ما يوصلش. وما تحسبوش إني مش متابع، بس ما كنتش أعرف إن أنتوا اللي بتنشروها. واحد حبيبنا في السوشيال عامل لنا على الفيس مجموعة اسمها ألتراس مسلسل دموع في عيون بالح، اهي نعمل عليها اجتماع بقى كل خميس عشان النشر على الجروب، وبعدين يحضر معانا الدكتور عيد لو يقدر. وابقوا ونزلوا الحلقه على الفيس، ده منتشر بين المصريين الغلابه اكتر. ايوه، بس موضوع الصرف على فيديوهات وتمويلها ده مكلف قوي. ادفع انا ونتحاسب؟ يا استاذ فتحي ارحمنا يا استاذ فتحي، ده انا دافع عليك وصرف عليك اكتر ما بصرف على الارض. طب فكر اخويا في حل تاني، انا هقوم اصب لكم القهوه. موضوع قتل ابراهيم الفقي ده يهمني. هو الموضوع فعلا محتاج فلوس، وفتحي مش بيسلف بالربا ولا حاجة، أعوذ بالله. هو بس كل حاجة لازم يطلع له منها بمصلحة بلدياتي، وأنا عارفه. وعموما إن الواحد يشوف مصلحته مش عيب. وعموما إن الواحد يشوف مصلحته مش عيب مش عيب مش عيب. طب اسمع يا مولاني، أنا أعرف أجيب فلوس وفلوس ياما، بس قول الأول، هو التمثيل حرام؟ وحرام ليه يا ابني؟ التمثيل أداة بيان وشرح وتمثيل، يعني توضيح المعنى بالأداء اللغوي والحركي والتعبير. إن استخدمتها في الحرام فهي حرام، استخدمتها في الحلال فهي حلال.
خلاص تبقى فورجت. بعد اذنك عبال ما تشرب قهوتك هوصل مشوار صغير كده واجيلك.